يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في التشهد الأول ما الأفضل، أن يقف عند التشهد أو الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ثم يقوم؟ الجمهور على أنه يقف عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التشهد، عند الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الجمهور على هذا، والصلاة على النبي في التشهد الأخير، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وبعض العلماء يرى أنه يصلي على النبي في التشهد الأول، وبه يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم.